السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منى علوي من جديد. الشكر الكبير لكل متتبعي قناة منى علوي، شكرا بزاف للتعليقات ديالكم الزويونين، شكرا للتشجيعات ديالكم للقناة. كما كنقول لكم دائما بأن القناة بلا المتتبعين ديالها ما كتسوى حتى شي حاجة. شكرا الشكر الكبير. الوغ كما تنقول لكم يعني اللي مازال ما تابوناش في القناة يتابونا باش تزيدو تشجعونا ونزيدو القدام ان شاء الله باذن الله ونزيدو دروس اخرين. الوغ كما كتشوفوا لا فيديو اليوم ديالنا هي عندها علاقة بالمسار التربوي لهذا العام اللي كنتمنوا من الله ربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا. كما كتشوفوا إلغاء الامتحانات الموحدة للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي. كما كتشوفوا أمامكم في الفيديو هذه كانت مذكرة اللي صدرتها وزارة التربية الوطنية، حيث أعلنت الوزارة التربية الوطنية مساء اليوم الأربعاء 30 دجنبر الجاري عن قرارها بإلغاء الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة للسلك ابتدائي والسنة الثالثة للسلك الإعدادي، ويأتي ذلك وفق مراسلة وجهها وزير التربية الوطنية تحت رقم 08-63-20 إلى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة إلى جانب الأساتذة تبعا لمتطلبات من السلامة الصحية للتلاميذ ومختلف المتدخلين في عملية الامتحان في ظل معطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا. وأشارت المراسلة ذاتها إلى أن الوزارة ستوافي المديرين والأساتذة بالإجراءات المترتبة عن هذا القرار والتي سيتم تحديدها في ضوء تطور مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة. إيوا إن شاء الله تنتمنوا من الله أن إن شاء الله الأمور تدوز على خير ويوليدتنا إن شاء الله وكل شيء يكون الأمور على خير وبخير. اللي ما تأبوناش في قناة منى علوي يحاول يتأبونا معنا، اللهم يسر للجميع الجميع.